الثمن ديال هذه عواد 2600 غياخذوها ب 60 درهم كتجي 3 كلاس في حيد لي اخويا بلا شت راه لي هذه شد لي هذه شد لي هذه حيد لي التوشيش حيد لي هذه الكرطونه باش تبان الجماليه ديالها صاحبي هذه كنا كنبيعوها ب 70 درهم درنا ليها 600 ريال هذه صراحه درنا فيها ثمن غير واقعي وغير منطقي وغير لوجيك ولكن من اجلكم ديما كنقصوا عليكم 600 ريال طراب 50 درهم جوج باكيات جوج باكيات ب 25 درهم باكيه فيها 6 ب 25 درهم الثمن ديال هذه 1200 صراحه انا شخصيا كتعجبني بكل صراحه اعطيني البلاطو الثمن ديال هذه فقط 1200 ريال 60 درهم البلاطو 1000 ريال الثمن ديال هذا 20 درهم 400 درهم 20 درهم فقط 400 درهم كاين عندنا الفراقه 1200 عندنا هذا البراد الزوين كيدير 130 درهم هذا تاتش اوريجينال الثمن ديالو 130 درهم الثمن ديال هذا الدراب السيبورا ديالو 100 درهم الاخوان 100 درهم الثمن ديال هذه 10 دراهم هذا راه بلاستيك ولكن بلاستيك بريستيج زوين ما شاء الله اللي كيجي عندنا كياخذو جا خطير جدا الثمن ديالو فقط 10 دراهم هذا تا هو السوبلا الثمن ديالها 10 دراهم الثمن ديال هذه 10 دراهم 10 دراهم هادشي كامل اللي هنا 10 دراهم وهاد الكبار كنبيعو واحد ب 20 درهم وثلاثه ب 1000 ريال وهادو كنبيعوهم ب 30 درهم 600 ريال هاد الكيسان رجعناهم ب 2400 عوض 2600 هادو رجعناهم فقط ب 80 درهم هذا كيدير 60 درهم 1200 ريال هاد البونبونيغ الكبيره او العماره رجعناها هذا 18 1600 وهذا 1200 هذا ب 40 درهم 800 ريال وهادي ب 60 درهم واللي كبر منها ب 70 درهم والكبيره ديالها كاع ب 90 درهم هادو زوينين هادو ما تزقلوهمش هادو درنا وحده ب 20 درهم وثلاثه ب 1000 ريال يلا زيد هادي وحده ب 15 درهم واربعه ب 1000 ريال قد ما كتاخذوا اكثر كيتنقص الثمن زيد هادو غنبيعوا لكم واحد ب 15 درهم واللي خدا جوج وثلاثه غنقصوا عليه في الثمن يلا هذيك السي محمد وهابي جيت اليوم شريت طنجره شوف واحد القضيه كاين واحد المشكل عندنا في المحلات ديالنا كنكتبوا الثمن كنكتبوا هنا 60 درهم كيجيو العيالات كيحيدوا 60 درهم كيقلزوا البياسه وكيطيحوا الثمن في هذه البلاصه هذا كيوقع لينا هذا المشكل بعض المرات كتكون هذه ب 1000 ريال وهذه اللي محطوطه هنا ب 1200 كتجي المراه كتحيد التيكيته من هنا وكتحلوحها في هذه البلاصه ب 1000 ريال وهي كدير 1200 ملي كديها لاكيس كتقول لها 1200 كتقول لي لا كذبتي علينا لا ما تنكذبوش الثمن اللي كنقولوا في اللايف هو اللي كنبيعوا به للكليان الحمد لله راه المئات ديال الناس كيتقداو عند اواني شعيب 150 درهم العشوار 130 درهم كلشي يدير سكرين لهاد العشوار البانيني 199 درهم غرانيت من الداخل لا مارك كرافت طراب 1000 ريال هادي ب 30 درهم اجلي هادي عافاك انت هادي كنا كنبيعوها ب 70 درهم الاخوان ياك هاد التويشي خصكم تلصقوها غير بكولا سبيسيال غنبيعوها لكم فقط ب 30 درهم نقدروا نلصقوها لكم حنا ونعطيوها لكم الترموسات 160 درهم 130 درهم هادو 140 درهم واعرين هادو ديروا سكرين لهادو ديروا سكرين لهادو ديال العصفور 140 درهم هادو 130 درهم هادو 60 درهم هادو 45 درهم كاين عندنا المقراص ديال الضو ديال الجرانيت ديال الاينوكس البراد الترموس البانيني الهاشوار التراب كلشي البريستيج البلاطوات الكيسان شوف هاد الكيسان هادو ديال الرخامه 90 درهم واعرين سكرين داكشي اللي عجبكم غتصيفطوه في الواتساب على هاد الارقام يلا قيدوا الاخوان 06 06 05 09
05 98 06 35 40 19 19 06 53 36 90 06 53 69 04 86. بالنسبة لخدمة التوصيل كتصيفطوا السلعة في الواتساب كيعطيوكم التوتال كيزيدوكم سلعة واحدة أخرى كيعطيوكم واحد الألبوم ديال التصاور كيعطيوكم التوتال ديال السلعة كتفيرسيو داكشي في الحساب البنكي مثلا عندك 600 درهم 700 درهم 800 درهم كتصيفط الفلوس ومن بعد 48 ساعة كنصيفطوا لكم السلعة حتى لباب الدار. لا ليفريزو داخل كازا ب20 درهم ابتداء من 20 درهم ولا ليفريزو خارج كازا كتبدا من 700 800 ريال على حساب السلعة اللي عندك. الا عندك كرتونة كبيرة 800 ألف ريال، كرتونة صغيرة 35 درهم 40 درهم، وإلا عندك كراتن بزاف كل كرتونة كبيرة عامرة بالسلعة كتخلص عليها 700 800 900 ريال. يلا الإخوان غادي نعاود الإخوان نعطيكم السلعة اللي عندنا. أي واحد عجباتو شي حاجة يدير سكرين قبل ما نكمل معاكم. هادو جوج ب70 درهم، عندنا هاد الكوبا بالرجيلة ديالها فينا هي هاي راه ليا الثمن ديالها 30 درهم. شفت بحال هكا مشات عند مول العقيق عطاتو 2 درهم، دار لها غير نقطه ديال واحد الكوله هنا نقطه ودار لها مول العقيق 2 درهم عوض 1400 على قبل هذه ما راك باش غتاخذوها ب 30 درهم. 600 ريال بصحتكم وراحتكم، مجهود صغير ولا ديروا نتوما الكوله وعطيوها الناس صافي. الثمن ديال هذه 20 درهم 400 ريال اللي عجبتو شي حاجه يدير سكرين 400. شفت بحال هكا الثمن ديال هذه 50 درهم ديروا سكرين الاخوان. الثمن ديال هادي 20 درهم ديروا سكرين 400 ريال، اللي عجبته شي حاجه يدير سكرين. الثمن ديال هادي 10 درهم جوج ب 20 درهم المقص الذهبي هذا كتهزوا به كرواسه لعيبات بزاف الناس كيجيو ضياف عندكم كاين اللي ما كيبغيش تهز لك كرواسه بيديك كتهز كرواسه بهذا المقص ب 400 ريال ثمانو احسن منه 20 درهم 400 ريال 20 درهم 400 ريال الثمن ديال هادو جوج ب 30 درهم الثمن ديال هاد الطبيصلات 6 ب 20 درهم يا سلام على الرخاء ما كاين غير الرخاء. الثمن ديال هاد البلاطوات 3 ب 20 درهم 3 ب 400 ريال كاين عندنا هاد الليمول غنبيعو لكم الثمن فقط 50 درهم شو معايا هاد الكسرونات هادو عوض 200 مع عوض 5000 ولا 6000 ريال غياخذوا الناس 3 ب 190 درهم لا فين هما ديال 190 درهم ديال 190 درهم ما كاينينش هادو شحال الثمن ديالهم هادو 4400 درهم كاينين وحدين فحالهم كنبيعوهم 190 درهم تنصيفط لك في الواتساب هادو 220 درهم الاخوان 4400 سميتهم بونيرا غرانيت وكاين واحد الموديل حتى هو غرانيت اوريجينال 190 درهم تاسكومونديهم. الثمن ديال هادو 6 ب 20 درهم الثمن ديال هادو 6 ب 20 درهم 1200 ريال 1000 ريال جوج ب 60 درهم جوج ب 30 درهم هادو جوج ب 25 درهم بغينا لو ماكسيموم ديال بارطاج اللي عجبو هاد لا بروموسيون بارطاجي اللايف بزاف الناس باغيين هاد الفرصه اللي كتفرجوا فيها نتوما باغيين يشريو الماعن ولكن ما كيعرفوش اوان الشعيب بالبارطاج ديالكم نتوما غاديين يتعرفوا على اوان الشعيب الاخوان. المحمدي كيرحب بكم المدينه القريعه المحمديه الحي المحمدي كاينين دي بروموسيون واعره نايضه ديال بصح بالعروض الزوينه الاخوان كاين عندنا اي حاجه بغيتو الترموسات المقراج البراريد الطراب هادشي ديال البريستيج البريكه غنبيعو لكم جوج بريكات ب 10 درهم عوض وحده ب 10 درهم غتاخذوا جوج بريكات فقط ب 10 درهم الاخوان.
هذا تا هو واعر 20 درهم 400 ريال، هذا ب 60 درهم النمرة 0.8، هذا 60 درهم، الترموس، الطراب، المقراج، أي حاجة بغيتوها متوفرة عند أواني شعيب. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام. عفاكم غير مني تكونوا كتجيو للمحلات ديالنا، الا درتو سكرين من اللايف راه مني كتجيو كتوريو السلعه بالتصويره كتسهلوا عليكم التقضيه. الله يرحم لكم الوالدين. اي واحد كيتقدى من عند اواني شعيب وجاب معاه تصاور، وجاب معاه تصاور مسكرينين، وجاب معاه تصاور متسكرينين، كيسهل عليه اكثر انه يتقدى عندنا. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم لينا، ما تنساوش الدعموا هذا اللايف بجيم وبارطاج. مني غادي نحبس هذا اللايف بغيت اي واحد كيتفرج فينا يبارطاجي اللايف، لان بالبارطاج ديالكم كتدعمونا، البارطاج ديالكم هو اللي كيدعمنا وكيشجعنا وكيساعدنا وكيعاوننا اننا دائما نجيب لكم الجديد الاخوان. اي واحد غير بارطاجي اللايف يكتب انا في الكومنتير، بغيت نشوفكم كاملين، كتبوا انا غنبارطاجي اللايف، كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، بارطاجيو اللايف عندكم في الفيسبوك، بارطاجيو اللايف في الجروبات، دعموا اواني شعيب بالبارطاج.